دي اول تجربه لينا مع ويل سبرينج، والحقيقه كان بقالنا كذا سنه نفسنا نعمل جاين، بس بسبب ظروف ان احنا مش في مصر فما كناش بنلحق. بس يعني من حظنا الحلو السنه دي ان احنا عملنا جاين، والعيان اتبسطت جدا جدا جدا. النهارده اخر يوم، يعني هي تاثرت جامد وهي ماشيه، يعني نفسها تكمل بقيه الويكس اللي جايين. فدي حاجه بالنسبه لي بتدل على ان الستاف كله كان فريندلي وكان معاملته جميله معاهم، ودي اكتر حاجه بسطتني ان هي اتبسطت لدرجه ان هي ماشيه مش عايزه تسيبهم يعني. فميرسي على كل حاجه، ميرسي لكل الستاف، لكل الكونسلرز، ميرسي على الاهتمام بكل نوتيفيكيشن صغيره او كبيره، ميرسي بجد الويل سبرينج.